السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، بخير؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه. امبارح وعدتكم ان شاء الله انه هنعمل النهارده بمشيئه الرحمن طبعا اننا هنعمل ايس كريم. طلب مني كتير جدا من اول مره عملنا فيها الايس كريم الاقتصادي. هنعمل ايس كريم اقتصادي ومش اقتصادي، وبسيط جدا وسهل جدا، ومش هتحتاجوا فيه اي مهارات او اي تكنيك عشان نعمل الايس كريم ده. الايس كريم ده اهم عنصر فيه الفاكهة المجمدة، يعني أي فاكهة عندي في البيت أول حاجة. بصوا أنا هعمل أنواع كتيرة للفاكهة، أنتوا ما تتقيدوش بنوع الفاكهة اللي أنا هعمله. أنا عندي تفاح في البيت، عندي موز في البيت، عندي برتقان في البيت، عندي خوخ في البيت، عندي بطيخ، اكسترا اكسترا، أو كمان 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 إلخ إلخ إلخ، يعني أي نوع عندكم موجود في البيت من الفواكه الطبيعية هنجمدها ليلة كاملة. بعد الليلة كاملة هشتغل بيها عادي جدا. تعالوا بينا، بس الفكرة كلها هنا إن كل نوع فاكهة وبناخد معاه المميزات أو المكونات اللي هتمشي معاه، وبنزينه بشكل معين، بنأكله لأطفالنا من غير مواد خارجة من برة، بنبقى ضامنين إنه معمول في البيت، بيبقى سهل ولادنا نفسهم ممكن يعملوه ويبقوا مبسوطين انهم هم اللي عاملين الايس كريم. النهارده هنعمل ايس كريم موز، خوخ، عندي كمان كيوي، عندنا كمان ايه يا زوزو؟ استنوا بقى، موز قلنا، موز قلنا، كيوي قلنا، خوخ، هنعمل فراوله، وهنعمل اناناس كمان، وهنتكلم عن الايس كريم شويه لانه في انواع كتيره جدا. اول نوع عندي الكيوي. الكيوي انا مجمداه ليله كامله، اقطعه انصاف، اقطعه صغير براحتي خالص، بصوا طوبه، يعني أنا عايزاه كده يكون متجمد حلو جدا. أهو الكمية المتوفرة عندي، هحتاج معاها سكر، لبن، نسلة محلى مكثف، كمان عندي فانيليا يا سايلة يا فانيليا سكر اللي هي البودرة. هزين بإيه؟ هزين بكيوي سليم، هزين برقائق لوز، وبحبوب الشيا اللي بتبقى حلوة جدا ومفيدة جدا لأطفالنا، وكمان مش هنحس بيها طالما هو الكيوي اوريدي فيه، يعني اوريدي عندي الكيوي موجود فيه ايه، اوريدي عندي الكيوي موجود فيه نسبه من الجيلاتين. فحبوب الشيا كمان نفس الموضوع، وغير انه حاجه مضاده للاكسده، فحاجه رائعه يعني، والمناعه وي 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 وي، حاجات كتيره قوي. يلا بينا ناخد الكيوي بتاعنا اهو. هاخد الكيوي، مش هعمل كل حاجة، هاخد الكمية اللي تناسبني، ولو احتجت هزود تاني. يلا بينا، هاخد معاه شوية من حبوب الشيا هزين بيها، ودخلت معاه شوية، هاخد الفانيليا بتاعتي، سايل اللبن المحلى المكثف، خليني اخد معلقة. بغيت نقول لكم ايس كريم كيجي رائع جدا. طبعا الطريقه دي المعتمده في اوروبا وامريكا بالدرجه الاولى، لانهم بقوا عايزين يعملوا ايه، بقوا عايزين ياخدوا كل حاجه طبيعيه. احنا مش بنقلدهم، احنا بنبتكر في الوصفات شويه، بنحاول نعمل حاجات جديده، حاجات نستصغها، حاجات نقبلها، حاجات صحيه لاولادنا، وحاجات مفيده لينا بالاول والاخر. وكمان عندكم حاجه، ممكن نستبدل السكر بالعسل الابيض الطبيعي، وممكن نلغيه خالص، ان كده كده عندي الفاكهة موجود فيها نسبة من السكر، يعني لو مش حابة، لو حد لا قدر الله عنده اي مشكلة صحية، ممكن يلغي السكر خالص وياخد الفاكهة، السكر اللي في الفاكهة بس، لا اقل ولا اكتر. يلا بينا، اول حاجة بحطه في الخلاط بتاع العصير عادي جدا، او الكبة يعني، يدا يدا، هبتدي اضرب بالراحة عشان السكاكين بتاعت الخلاط بتاعي ما نكسرهاش وما نبوظش الدنيا، ما نبقاش عشان هنعمل ايس كريم يبقى بوظنا وخربنا الدنيا، لا بالراحه علينا كده، ضربه ضربه لحد ما يتضرب خالص. حبيت ازود معاه شويه لبن، هزود معاه شويه لبن براحتي خالص. يلا بينا، بسم الله. تعالوا بينا، زي ما حصل معايا دلوقتي، زي ما انتم شايفين مش راضي يتضرب في الخلاط لان الكيوي عندي حبات بتاعته كبيره. هعمل ايه؟ هاخد الكبه بتاعتي، هكون محضراها، بس يستحسن اننا نضرب في الخلاط، يبقى ناخد الكيوي نقطعه صغير خالص، ولو هنقطعه كبير زي ما انا عامله هنعمله بنفس الشكل ده. بصوا اتضرب معايا حاجه بسيطه شويه، حلوه قوي، وبيبقى طعمه يجنن اهو. خلوني اعمل كده ونشوف.
اوكي بسم الله. مش راضية تضرب معانا هي كمان، يلا. احنا نعمل ايه؟ نقعد نضرب حبة حبة مع بعض. يلا بينا. بسم الله. خلينا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل ايه؟ اهو نقلب. نقلب ده. لا مش هنعمل فاكهة تانية، لانه الكيوي كده كده بيبقى حلو جدا، وهنحطه في الفريزر كمان شوية. يبقى احنا كده محتاجين نحط شوية بشوية ونضربه بالراحة لحد ما يتضرب معانا. يلا بسم الله. احنا نجرب معاه كل الطرق النهاردة، احنا مع بعض عايشين. طيب بصوا، انا هطلع فاصل وهرجع لكم على طول. هنقطع الكيوي ده صغير خالص عشان يتضرب معانا، لانه الاجهزه بتاعتنا يعني ها. هنروح فاصل وهنيجي على طول، خليكم معانا. رجعنا من الفاصل. طبعا عايزه اقول لكم، كانت الدنيا متكهربه، قلنا مش هيظبط الايس كريم. لا الايس كريم هيظبط جدا، ما تقلقوش. اهم حاجه نضربه كويس جدا، نضربه بالراحه. هياخد معانا شويه، هياخد معانا حوالي 10 دقائق يتضرب بالراحه، لان هو بيبقى ميزته ايه؟ الايس كريم ده بنطلعه من الفريزر على طول. لو اتخضينا ولقينا الدنيا مش ظابطه معانا، هنزود عليه ربع كوبايه ميه او ربع كوبايه لبن، ويفضل انه يبقى لبن. تمام، يلا نكمل بقى ضرب مع بعض. خلينا نشوف. يا بسم الله. اوكي تعالوا نشوف الايس كريم بتاعنا اخباره ايه. اهو عايز شويه لسه، هنا في قطعه بس. بصوا بيبقى عامل معايا ازاي، تعالوا كده عندي. بيبقى حلو جدا ايس كريم بنقدمه. لو لقيناه سايل معايا شويه، كل اللي انا بعمله بحطه شويه في ايه، بحطه شويه في الفريزر، بخليه في الفريزر. ممكن احطه في علبه او في الاكياس، يلا، او في الاكياس العاديه اللي هي بتاعه الثلاجه، واقوم سايباه شويه حلوين. سايباه قد ايه؟ سايباه ساعه حلوه جدا، واقدمه لاولادي. ده لو حسيت انه سايل معايا. يلا بينا. بسم الله. عايزين نعمل كده وكده. هكتفي بهذا القدر. يلا بينا نقدم الايس كريم بتاعنا. اهو حوادث النهارده. يلا بينا. بسم الله. هاخد الايس كريم بتاعي، خليني ابقى مقدماه هنا. بصوا اساسا متماسك حلو جدا، شكله حلو جدا. طيب عايزه اقدمه على شكل بولات، هقدمه براحتي خالص، بس مش هقدمه على طول، هدخله الفريزر شويه. بس لو حابه تاكليه تقدميه لولادك بالشكل اللي احنا هنقدمه النهارده، شكل مختلف عن البولات. احنا سبق وعملنا البولات كتير جدا، فلو حابين نعمله بالشكل ده هنعمله. خلوني احط دي عشان ايه نعملها على طول. ويلا هعمل ايه؟ اهو بالشكل ده، هاخدها بالطريقة دي. بالشكل ده. طيب عايزة ادخل فيه قطع كيوي، هندخل فيه قطع كيوي عادي جدا وبراحتنا خالص، مش هيهمكم. هتقطعوا قطع كيوي في الاخر خالص بعد ما عملناه، نخلطها معاه خلطة بسيطة بالشوكة وهنقدمه معاها، هيبقى معاكم حلو جدا. معلش اعذروني، بظبط الجناب بتاعتنا. وناخد، خليني اخد نفس الطبق ده اهو. هنا هاخد حلقات من الكيوي
بالشكل ده اهو. هاخد شويه هزود هنا حبوب الشيا، طبعا هنزود حبوب الشيا، وهناخد رقائق اللوز اهي بالشكل ده. عايزه اقول لكم ايس كريم خرافي لازم تجربوه، ضروري جدا جدا جدا. هكتفي انا بواحده بس ونشيل الدنيا من هنا. هنعمل ايه يا زوزو تاني؟ ايس كريم الموز. ايس كريم الموز بندخل معاه ايه؟ ايس كريم الموز بندخل معاه او بنحتاج موز يكون مجمد، بحتاج كمان عندي عسل ابيض ضروري جدا، ما احطش سكر فيه الموز، العسل بيخليه متماسك شويه بيبقى حلو جدا. هحتاج لبن محلى مكثف، وهحتاج كمان فانيليا. ممكن ادخل معاه ايه؟ ممكن ادخل معاه قولوا لي انتوا بودره كريم شانتي، ممكن ادخل معاه كمان لو عايزين زبادي طبيعي براحتنا خالص، يعني اللي احنا نفضله. يلا بينا نبتدي نفس العمليه او تاني نفس العمليه اللي احنا عملناها. الموز مجمد بس المره دي هناخد شويه شويه، اتعلمنا من الدرس الاولاني خلاص. نشيل، هاخد الموز بتاعي، مش هناخد كل الكمية، سهل جدا وبسيط جدا، حتى لو ولادنا نفسهم عايزين يعملوه هيعملوه. لو انا قلقانة من موضوع التخن ونفسي في ايس كريم، بعمل دايت ونفسي في ايس كريم، طب ما انا مع اعمل او ندير ايس كريم طبيعي بالفاكهة الطبيعية، ما زودش عليه سكر وما زودش عليه، يدوب احط له شوية فانيليا زي اللي انا عاملة، ما احطش اللبن المحلى المكثف خالص، اخد نوع الفاكهة اللي الدكتور سامح لي بيها اهي بالشكل ده. والعسل، العسل حسب رغبتكم، عايزينه مسكر مش عايزينه خالص، عايزين نلغيه لو احنا بنتبع حمية غذائية براحتنا خالص. اهلا وسهلا يا فاطمة. الو، سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فطومه؟ انا بحبك قوي. انا اللي بحبك قوي 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 قوي. انا كنت عايزه اسال طريقه سويس رول الشوكولاته. عينيا الاثنين، احلى سويس رول بالشوكولاته يا ميرو بليز. طيب هناخد ونضرب الفاكهه بتاعتنا. آية سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا آية؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ انا الحمد لله يا قلبي بسمع صوتكم طبعا. انا والله مبسوطة جدا بيكي وبحبك جدا جدا جدا، وبحب ذوقك في اكلك وبحب كل حاجة فيكي بصراحة. يا رب يخليكي يا قلبي، يا رب يخليكي. تسلميلي تسلميلي يا حبيبي. اموريني، عايزة اي حاجة؟ ربنا يكرمك يا رب. انا بحب والله اكلاتكم بتفرج عليها وبعملها يعني. يا رب يخليكي. جربي بقى الايس كريم بتاع النهارده، بس ما تعمليش زي قطعي الكيوي رفيع خالص. وهيعجبك جدا ان شاء الله. بصوا بقى الموز، الموز هتحسوا انه فاكك شويه، لا هو مش فاكك، هو حلو جدا، قوامه حلو جدا، بيتاكل بيبقى رائع. خلينا نظبطه. بصوا لو عايزه اعمل بولات، هرجع واقول لكم، عايزه اقدمه على شكل بوله، مش عايزه اقدمه على الشكل اللي انا مقدماه هناكل منه كلنا. كل اللي احنا هنعمله، خليني احط الموز ده على جنب، كل اللي احنا هنعمله حاجه واحده، اننا هناخد الموز بتاعنا هنحطه في علبه او في كيس ثلاجه وهندخله الفريزر، هنخليه
أضعف الإيمان ساعة لحد 6 ساعات، وهبتدي أقدمه وأقدمه لولادي للضيوف بتاعي، يعني اللي عندي أقدمه لهم بيبقى روعة ويجنن بصراحة. هزينه بإيه هنا أنا؟ هزينه بعين الجمل أهو، عين الجمل مهرمشاه بيبقى حلو جدا، بيمشي مع الموز بطريقة هايلة بصراحة، غادي تعجبكم. حابين تقدموا معاه صوص كراميل، ممكن نقدم معاه صوص كراميل بيبقى رائع برضو، هيبقى معاكم حلو قوي. بس أنا حبيت أقدمه بالطريقة دي، طريقة لطيفة ومفيدة لينا ولولادنا كمان مش لينا بس بصراحة. فإحنا أهم حاجة الآيس كريم، إحنا عارفين الولاد الصيف والدنيا حر جدا، فمنبقاش مرتاحين غير لما بنعمل إيه؟ ناكل آيس كريم. يلا بينا ناخد الموز أهو بالشكل ده وأقشره، هنقدمه بالشكل ده، طريقة بسيطة خالص. وعايزه كم واحده مدوره عاديين بالشكل ده. هويده او رويده؟ رويده. ازيك يا رويده؟ الحمد لله. يا رب على طول يا قلبي. أمورين يا رويده؟ عامله ايه يا شيف زينب؟ زوزو يا رويده، انت تقولي زوزو من غير شيف زينب. حاضر. عيوني. يلا انا فطرت الشوكولاته. عينيا الاثنين. اهو من عيوني يا رويده. وبعدين انا اتفقت معاكم ما تقعدوش تقولوا لي شيف زوزو خالص، دي ان انا زوزو بس بالنسبه لكم، فلا اقل ولا اكتر، خلينا زوزو، بتبقى حلوه جدا بالنسبه لي، ببقى مبسوطه لما بسمعها منكم، بحس انكم بتعتبروني منكم، بس هي دي الفكره كلها. اوكي نمسح ايدينا كده وناخد الشوية ده هنا ونشيل ما تبقى هنا، ننظف الطبق بتاعنا ونحط الآيس كريم. آيس كريم في أنواع وأشكال كتيرة جدا، زي في آيس كريم بالبيض، زي في آيس كريم بالرز، زي في آيس كريم باللبن، زي في آيس كريم بالكريم شانتي، في آيس كريم بالفاكهة، في انواع ايس كريم كتيره جدا، ما يطلق عليهم ايس كريم او الجيلاتي، يعني انواع كتيره قوي. بس احلى 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 نوع ايس كريم، وعلى فكره ممكن نعمله بجوافه، ممكن بتفاح، يعني براحتنا خالص، مش لازم نروح للفاكهه الغاليه جدا، ممكن نروح للفاكهه اللي على قد مقدرتنا او استطاعتنا اننا نجيبها، فهي اللي نشتغل بيها. او مثلا عندي قطعتين فاكهه فايضين عندي، طب اعمل بيهم ايه؟ طب ما انا ممكن اجيبهم وتلجهم عندي، او لقيت التفاح عندي ابتدى يكرمش وهيبوظ وخلاص وما بقاش شكله لطيف، هقشره وهقطعه وهجمده وهعمله ايس كريم، هيبقى حلو جدا بدل ما استسهل وارميه، هيبقى معاكم حلو جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان الايس كريم اساسا، استنوا عشان اجيب لكم معلومات صحيحه ومؤكده، الايس كريم او المثلجات عامه من قديم الزمان، من ايام او من عهد الرومان والفرس في 400 سنه قبل الميلاد. كمان بعد كده الصينيين هم اللي ابتدوا يطوروا فيه او ابتدوا يحطوا له نكهات جديده. بعد كده مين اللي جه الاثرياء بتاع ايطاليا، الاثرياء بتاع ايطاليا ابتدوا يحطوا له نكهات جديده. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن لبن مجمد، كانوا بيجمدوا اللبن ويحطوا معاه رز ويضربوه او يدوسوا عليه بايد الهون زي ما احنا دلوقتي بنسميه ايد الهون، زمان كانوا بيدوسوا عليه بالمدق زي ما بنقول. دي قصة الآيس كريم، ده من الأساسي 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 هو الحليب والرز، يعني زمان كانوا بيعملوا حليب ورز ويزيدوا عليه اللي هي الراحة، اللي هو سكر كانوا بيسموها الراحة ساعتها أو في الزمن ده. إحنا دلوقتي بقينا نستعمل عسل، نستعمل لبن محلى مكثف، نستعمل فانيليا، بندخل عليه حاجات كتيرة جدا، بس أساس الآيس كريم هو ده. كانوا يعتبروه آيس كريم صحي جدا، لأنه بيقولوا اللي عنده وعكة في المعدة كان زمان بينصحوه بالآيس كريم
او ياخد الايس كريم ياكله، عشان اي حاجه ساقعه بتنزل للمعده. ده على حسب القصص او على حسب الروايات ما تقال. طبعا انا مش دكتوره، انا بس بحكي لكم القصه بتاعته. كانوا بيقولوا ان الايس كريم لما بينزل المعده، لو عندك تلبك معوي او عندك مشكله في المعده او whatever ايا كانت المشكله، لازم تاخدوا الايس كريم بالرز واللبن. ليه؟ عشان يحمي جدار المعده، بيخلي الاوعيه الدمويه كلها كان يحصل لها تشنج، فبتحمي جدار المعده من اي حاجه عكس الحاجات السخنه. دي كانت حكايه الايس كريم معانا النهارده. انا هطلع فاصل وهرجع لكم على طول عشان نكمل باقي وصفات الايس كريم بتاعنا. خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل. هنعمل ايس كريمات تانية. عندي ايس كريم فراولة، وعندي هنخليه في الاخر ما تبقى لنا من الفواكه هنعمله برضو ايس كريم. ايس كريم الفراولة هحتاجه فراولة مجمدة، زبادي فراولة، كمان عندي عسل، عندي جوز هند، عندي كريز للتزيين ممكن ادخله معاه، وانا هدخل معاه شوية دلوقتي حالا. كمان عندي فراولة سليمة للتزيين. يلا بينا، بسم الله، ونسيب الحاجات اللي انا بجمعها هنا كلها اهي موجودة. يلا بينا. الفراولة برضو بيبقى حلو جدا، ممكن نزود عليه شوية لبن وشوية سكر ونكتفي بهذا. بس لو زودنا عليه الحاجات اللي انا مزوداها هتديكم تيست حلو جدا بصراحة، مش هتقاوموه. من احلى ايس كريمات، الايس كريمات اللي ممكن تعملوها بالفواكه الطبيعية، بتبقى حلوة جدا، تيستي جدا جدا جدا. يلا بينا. بسم الله. الزبادي بتاعي اهو، الزبادي بيديله قوام حلو جدا. طيب عايزه العسل استبدله، وهستبدله بالسكر. عايزه ما اعملش لا عسل ولا سكر، اعمل جلوكوز لو انا بحب انه يبقى فيه الشده اللي هي زي بتاعه اللبان اللي احنا بنحسها في الايس كريم. هاخد بس العسل اللي انا هحتاجه لا اقل ولا اكتر، ونشيل ما تبقى، وهاخد منه معلقه من الصوص ده، هيديني حمار بزياده. صوص الكريز الجاهز هيديني تسكيرة حلوة جدا، وهيديني شكل حلو جدا. ناخد ده نشيله. يلا بينا. اوكي، ويلا اهو. تعالوا بينا هناخد دي، مصممة انها تعملها فيا. اوكي، هاخد السباتيلا الاول. هناخد الايس كريم اللي احنا عملناه اهو بالشكل ده، وهسيب اللي ما اتضربش هسيبه، هدخله في الكوكتيل اللي عندنا، هيبقى حلو جدا ورائع بصراحة. طيب حباه يتماسك معايا اكتر من كده هعمل له ايه؟ هدخله الفريزر. هرجع واقول لكم ندخله الفريزر. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا جدا جدا. لو عايزه اقدمه بولات، عايزه اقدمه الشكل اللي انا عايزاه، وهيبقى معاكم رائع. ده طبعا لسه ما اتضربش معايا كله، هخليه هنا او عشان هي طوبه كبيره قوي. خلينا نحطها في بوله يا زوزو. يلا بينا للبوله بتاعت الزبادي. اوكي، خليها هنا في البولة بتاعت زبادي، ننظف الطبق بتاعنا ونزينه. عايزاه أجمد من كده هعمل اللي أنا قلت لكم عليه، هدخله الفريزر وهيبقى معايا حلو جدا. أهو مريومة، سلام عليكم، كلمينا تاني يا مريومة. اهو هاخد الكريز بتاعي، هاخد شويه من جوز الهند، وهاخد الفراوله بتاعتي اللي انا عاملاها بالطريقه دي. ناخد واحده كمان.
يلا بينا. بس بالشكل ده هكتفي بيه لا اقل ولا اكتر. هاخد رشة بسيطة من الجليتر ده عشان يديني شكل حلو لا اقل ولا اكتر. طبعا هتقولوا الايس كريمات التانية راحت فين؟ ايس كريمات تانية راحت للفريزر عشان تفضل ماسكة نفسها، هنقدمها في اخر الحلقة عشان تبقى معانا حلوة. حتى احنا لو بنعمل انواع ايس كريم كتيرة جدا هتعملوا نفس اللي انا عملته، يعني هتدخلوا الايس كريمات بتاعتكم للتلاجة ضروري جدا. هنا عندي فراولة اوريدي فمش هزود الفراولة، هزود هاخد الموز المجمد، هناخد الكيوي ونضربهم مع بعض ونزود عليهم شوية سكر اهو. يلا بينا. بصوا بيفكوا بسرعة جدا عشان كده لازم تشتغلوا بيه على طول ما تستنوش. ناخد دي كمان، خلينا نبعد دول. الايس كريم ده هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه شوية سكر اهو، هدخل معاه عين جمل وهسيب شوية للتزيين، وهدخل معاه شوية حبوب شيا وهسيب ده للتزيين، وهحط معاه شوية من الكريم شانتي وهسيب برضو ما تبقى للتزيين. هنضربهم مع بعض كلهم هيبقوا معانا حلوين جدا. هرجع اقول لكم نفس اللي انا بقوله وباكد عليه في الايس كريم ده، لو حبينا نعمله خفيف جدا هنشيل منه اي حاجه فيها سكر وهنكتفي بسكر الفاكهه بس لا اقل ولا اكتر. يلا بينا. بس كده هنزله في البوله بتاعتنا وهنزين. مريومه سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما يا قلبي. اموريني يا فندم. بحب حضرتك جدا. ده انا اللي بحبك جدا 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 يا مريومه. قولي لي عايزه نعمل لك ايه يا قلبي؟ عايزه حضرتك تنزلي اساسا كيكه شوكولاته. كيكة شوكولاتة عينيا الاثنين بس هنزلها لك بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين اهو بنزله بالشكل ده الايس كريم بتاعي. هرجع واقول لو عايزينه متماسك اكتر عشان اعمل فيه بولات، كل اللي انا هعمله هحط عليه هحطه في الفريزر من ساعة لست ساعات. انا هقعد ازين فيه والعب فيه وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول عشان استقبل احلى ضيفة في الدنيا معايا النهاردة السومة. خليكم معانا فاصل ونيجي على طول. رجعنا من الفاصل. رجعنا لكم من الفاصل. طبعا معايا ضيفتي القمر اللي منوراني اسماء، من الناس اللي فازت في كايرو بايتس، نورة الدنيا. طبعا ربنا يخليكي. منوري سنتي والدنيا متلخبطه وتوتر صح؟ لا بس لا احنا عادي جدا، احنا مع بعض في المطبخ. هنعمل ايس كريمات. احنا عملنا زي ما انت شفتي ايس كريمات اشكال للاطفال، حاجات تعتبر صحيه على قد ما نقدر بس طعمها يجنن، طعمها حلو جدا بجد. دلوقتي هنعمل مع بعض انا وانتي ايس كريم الاناناس والمانجا والخوخ، يبقوا احلى من بعض هما الاثنين. احكي لي كده، عملتي ايس كريم قبل كده ولا لا؟ دي اول مره اشوف الايس كريم. اول مره بجد. وبالفاكهه حلو، لازم تجربي. تعالي نقول للناس المقادير واحنا بنشتغل ندردش مع بعض. هنروح الايس كريم الخوخ. اول حاجه هحتاج فيه يا اسومه خوخ مجمد بجمده ليله كامله. كمان معاه انا مدخله هنا مانجا مقطعه صغير جدا. عندي بونبون اللي هو الكراميل او التوفي. اوكي. عندي فانيليا تمام. عندي كمان كراميل مقصر اللي هو اللبن المحلى المكثف، بغليه ساعتين اخليه احطه في علبه بلاستيك واغليه ساعتين في الميه، اقفل عليه الحله احطه في ميه كانه بيتسلق ساعتين، هيديني الكراميل هيتقصر هيبقى معايا كراميل بالشكل ده. تيجي نشتغله. طبعا هنزين بصوص كراميل وخوخ عادي طبيعي جدا. طبعا انت شفتي حضرتي البتاعه دي عملت فيا ايه النهارده. عشان الكيوي كان كبير يمكن شويه. ايوه عشان الكيوي كان كبير. دلوقتي طبعا الخوخ برده كبير، خلينا نحط دول كمان. الخوخ كان كبير بس مش زي فك شويه غير الكيوي في الاول. بس اهم حاجه لازم نشتغل بيه بالراحه خالص. هاخد المانجا. الخوخ والمانجا كوكتيل رائع يا جماعه، ضروري تجربوه وتديروه كيجي حلو جدا.
هخليكي تساعديني طبعا بعد اذنك. هديكي بقى التوفي تكسريه لي في ايدي الهون اهو. اشتغل معايا اسماء النهارده هتعمل معايا الايس كريم. هناكل ايس كريم الخوخ والمانجا من ايدين اسوما اهو. هحط الفانيليا حاجه بسيطه ممكن مهرمش بس لا اقل ولا اكتر. دقي دقي ما يهمكش احنا في المطبخ يا حبيبتي. وهاخد مجروش كانه صح؟ ايوه عايزاها مجروش لا اقل ولا اكتر. وهاخد الايس كريم اللي انا مقصراه اهو كابل الازعاج بتاعه اللي هو اللبن المحلى المكثف اللي مغلي ساعتين قلنا زي ما هو نخليه بالعلبه بتاعته يا اما نحطه في علبه بلاستيك ونغليه كاننا بنسلقه مده ساعتين. يلا بينا. بس بيلزق فيها. ايوه ده اللي انا عايزاه، عايزه حاجه بسيطه خالص. خلصنا اول ايس كريم بتاعنا ودي طول الايس كريم عماله تعملها فيا. يلا مش مشكله. هعمل ايه؟ خلوني اسيب ده هنا ونيجي نعمل الايس كريم بتاعنا. تسلم ايدك. شفتي الطريقه بسيط جدا. بصي متماسك ازاي. انا لازم ادوقه لك. هدوق. اساسي. تقولي لي رايك بقى كده على الهوا. قولي لي ايه احلى اكله في المطبخ المغربي؟ اكيد عارفه المطبخ المغربي صح؟ طبعا اكيد. ولا ها؟ لا لا مجربه منه. شفت اكلات. الثقه دي. جربتي منه اكلات كمان. لا بس مش عملتها كلتها. اوكي كلتيها. عملتي تيست لاكلات. ممكن يا جماعه تظبطوا لي دي. شكرا. طيب ايه اللي شدك او ايه اللي عجبك في المطبخ المغربي؟ احلى حاجه اكلتيها؟ كل حاجه حلوه. هي اول زي. حاجه شوربه الحريره. اوكي. والفراخ بالليمون والزيتون عجبتك قوي. اوكي انا بحبها جدا. بس احنا ما بناكلهاش بالرز، احنا بناكلها كنغمسوها. انا بشوف مره بتعملي لو مع الطاجين بتعملي العيش ويتغمس. ايوه العيش ونقعد نغمس فيها. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه جدا. هي دي طيب. الاثنين بس اللي جربتهم. بتحب المطبخ ولا؟ كويسه فيه يعني. لا بنحبه ولا ها؟ لا اجباري لازم نحبه. ايه احلى اكله عملتيها او اللي ياكلها من ايدك يقول عنها اوبا اسوم عملت الاكله؟ نجرسكو. نجرسكو هي ولادي بيحبوها جدا. هاخد منك طريقتها واعملها على طريقتها. لا نجرسكو بعملها تمام. بتعمليها حلوه. طب بتعملي فيها ايه؟ هي عشان البشاميل نفسه بخففه بالشوربه بتاعه الفراخ. تبقى حلوه جدا. ما بتبقاش كلها بشاميل. بيبقى البشاميل بتاعها حلو والجبنه اللي بتتحط على الوشين اللي بتديها طعم. ده الشيدر. اساسي اساسي. الشيدر والبارميزان كمان بيبقى معاها حلوه قوي. بصي الايس كريم بتاعنا اهو. هنعمل ايه؟ زينا بالكراميل. لازم. وهاجي هنا نكمل ده كده بالشكل ده. شكله فظيع بس لا اقل ولا اكتر. مش هعمل فيه اي حاجه تانية. هو ديليشيز كده. هتقولي بقى الكب عشان نعمل الايس كريم اللي فاضل لنا. بصوا صح الكراميل. ما حطيناش البونبونه خليتها شكرا يا قلبي. شكرا يا عيوني. يعني انا عذبتها. ودقي لي والصوت العالي والصوت وفي الاخر ما عملناهوش. بصوا عايزين تدخلوه معاه دخلوه. عايزين تعملوه بالشكل ده. حلو. بس عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا. حابين تعملوا بولات هرجع واقول لكم. حبينا نعمل بولات هنعملها براحتنا خالص. كل الفكره اننا هنعملها ازاي. هنجيبها اهو. خلينا نشيل الحته دي. كل الموضوع اننا هنحطها 6 ساعات في الثلاجه. اضعف الايمان ساعه بس هو 6 ساعات هتبقى معاكم حلوه قوي. هنعمل قولي لي بقى المقادير كده اللي انت شايفاها قدامك. ايس كريم الاناناس. اناناس مجمد. مجمد. ايوه يلا. وتاني وده لبن. لبن. ليمون. ليمون عصير ليمون ضروري جدا مع الاناناس عشان دينا التست الحلو قوي. بس اللبن هو لبن جوز هند.
يطلع الفليفر حلو جدا. سكر بني، سكر بني للتزيين، كشمش للتزيين، وكمان عندي زبيب احمر للتزيين، وسلايز اناناس، وممكن ازود معاهم شويه كريم شانتي. عشان الاناناس يعني خفيف حلو قوي. عايزه اقول لك بيبقى رائع بصراحه. ناخد الاناناس بتاعنا، انا مقطعينه حلقات. قولي لي بقى ايه الاكلات المصريه اللي بتشدك قوي وبتحبي تعملي فيها اختراعات، يعني بتحبي تغيري فيها، تضيفي لمسه بتاعتك، او تشوفي مثلا توابل مثلا زي مغربيه، اي من اي بلد عربي، بس طالما احنا في المطبخ المغربي اقول لك التوابل المغربيه. التوابل المغربيه ونغير فيها الشكل تماما او الطعم. تتجرأي اول حاجه تعمليها ده لبيتك ولاهلك، ولا تخافي ما يستصغوش الموضوع؟ لا احنا بنحب البهارات، يعني ممكن اجرب اغير في البهارات. تمام. في المسقعه اوكي، المحشي. ايه البهارات اللي بتعمليها في المسقعه؟ إيه ممكن تحطي كزبره ناشفه، ايوه، مع الصلصه. اوكي، معرفش اذا دي بتتحط اصلا ولا ده اختراعي. قولي لي انت بتعمليها ازاي؟ كل واحد بيعملها بشكل. لا انا بعملها البسيطه اللي هو بالحاجات العاديه، الملح والفلفل. ما بزود الفلفل بس، فلما بتزودي بهار تاني بيفرق في الطعم معاها. لا ده لو انت ماشيه كده اديكي شويه توابل مغربيه. يا ريت. وتقولي لي رايك فيها، ماليش دعوه، يعني تجربيها وتقولي لي رايك فيها، ضروري جدا. للمسقعه؟ للمسقعه وللحمه، للفراخ، لاي حاجه. هاخد اللبن هنا، هاخد عصير الليمون، هحط معاه شويه شوجر، براون شوجر او السكر البني، حاجه بسيطه خالص، ونضرب المكونات مع بعضها. وهاجي انضف دلوقتي حالا، يكونوا جابوا لي البوله اللي هحط فيها الايس كريم، اكيد نسيتوها. بسم الله. زيدي عايز تترك. احنا ما ركبناش دي. شفتي بقى مساعده. شفتوا اسماء بتساعدني. مساعده. لا عايزه اقول لك انا بالنسبه لي الاجهزه الكهربائيه دي. بسم الله. يلا يلا يا زوزو، ربنا يرضى عليك. يلا هاتي انضف لك كل الحاجات اللي جنبك. طيب نشوف الايس كريم وصل لفين، لحقتها المره دي. الاناناس بتاعنا هنشوفه الضرب كله كويس جدا ولا عايز له ضربه كمان، ان هو المعروف انه بيبقى خشن. خليني اهو، لا كده تمام. هتجيبوا لي البوله ولا ايه؟ طيب انت قلتي شربتي الحريره، دقتي الحريره المغربيه. طب ايه اللي شدك، احلى حاجه شدتك في المطبخ المغربي، وليه ليه خليتك او مثلا النهارده تتابعي برنامج بالصحه والراحه؟ عشان بيحطوا الليمون والاكل فيه مزازه شويه مختلف. يعني الزيتون والليمون، التتبيله بمعنى اصح. أيوة، او الخلطه. انت تكليف حاجه سخنه، احنا بناكله مثلا مع الجبنه، يعني يعتبر مقبلات او مخلل، يعني عمرنا ما شفناه مع الفراخ، مع الاكل، مع التتبيله. لا بنعمل بيه اكل كتير جدا. من الاساسيات بتاع المطبخ الليمون والزيتون، الليمون المعصفر والزيتون من اساسيات المطبخ عندنا، ضروري جدا في المغرب. في اساسيات ما نقدرش نستغنى عنها ابدا، وده من الحاجات اللي احنا ما بنستغناش عنها، الليمون والزيتون في الاكل. الزيتون والليمون. عندنا حاجات كتير، والفواكه المجففه مثلا، اللي هو تحس ان الحاجه حلوه بس هي مش حلوه في نفس الوقت. تمام. بتبقى حلوه جدا جدا جدا. عايزين نعمل حظك النهارده بنعمل ايس كريم. كان نفسي ادوقك الاكل المغربي لانه فعلا من ايدي طبعا. طبعا اكيد، بس كان نفسي ادوقه لك من ايدي اكيد طبعا. الحلقة الجاية. الحلقة الجاية صح؟ أهو كده الآيس كريم بتاعي.
هرجع أأكد على المعلومة عشان الناس اللي ما كانتش متابعانا من الأول. الآيس كريم لو حسيتي إنه سايل معاكي شوية، كل اللي هنعمله، أخد منديل بعد إذنك، كل اللي إحنا هنعمله هنعمل الآيس كريم بتاعنا هنحطه في الفريزر من ساعة لست ساعات أقل حاجة، هيبقى معاكم حلو جدا. في حاجة الأطفال ممكن يبقوا حابينها وممكن تبقي بتحبيها، أو أي أطفال عند حضرتك يبقوا ممكن يحبوا الموضوع، آيس كريم شوكولاتة. نفس الفكرة، إزاي هنعملها؟ هناخد الكريم شانتي بودرة مع شوية لبن، هنضربهم في الخلاط نسبة وتناسب، كوباية كوباية، نضربهم في الخلاط كويس جدا. بعد كده نقوم حاطين عليهم إيه؟ الكريمة القابلة للدهن اللي هي الكريمي، يا إما نحط عليها الجناش، نكون عاملين جناش، وهتلاقوا شوكولاتة قابلة للدهن أو جناش، نضربهم مع بعض لحد ما نوصل للون الغمقان اللي إحنا عايزينه، ونحطهم في الفريزر. جميل. ست ساعات هتاكلي احلى ايس كريم شوكولاته. بصي سهل جدا وبسيط جدا. لا سهل، انا عجبني بس الفواكه. افكاره حلوه قوي 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 بصراحه. هاخد انا هنا شويه من البراون شوجر اللي بيديني تست حلو جدا، مش مسكر قوي لاني انا اوريدي عامله بحساب ايه؟ العسل والسكر. لا، عامله بحساب الاناناس اوريدي، انا جايباه معلب ففيه نسبه سكر شوية حلوة. لو هتعملوا الأناناس عادي هتضيفوا معاه شوية سكر عادي أو شوية جلوكوز أو شوية من العسل الأبيض عادي جدا. هاخد ده هنا بالشكل ده، الكشمش عشان أزين بيه، طعمه بيبقى فيه مزازة وبيبقى حلو جدا جدا جدا. أهو الطريقه دي. مش هزين فيه اكتر من كده، كل اللي انا عامله، بس انا بحب انضف شنطتي، بخلص المناديل، لازم اخرج من هنا وانا مخلصه المناديل بتاعتي. كل اللي هعمله هلمع ده اهو كده ونقدمه بالشكل ده، نرش عليه برضو رشه بسيطه جدا عشان الاحمر اللي عندنا هنا نكسر اللون شويه، بس كده لا اقل ولا اكتر. نحط فين يا زوزو؟ يلا بينا. هنا عايزه اقول لكم بجد حلقه ايس كريم حلوه جدا، غنيه جدا، مفيده جدا لينا، افيد بكتير من الايس كريم اللي احنا ممكن نجيبه من بره. حاجه على الاقل عاملينها بايدينا وضمنينها، عارفينها، عارفين مكوناتها ايه. الناس اللي بتعاني من اي مشاكل صحيه، احلى حاجه ممكن تعملوها تاكلوا الايس كريم ده لو نفسكم فيه، مش هنحرم نفسنا منه، بس اهم حاجه نشيل العسل، نشيل اللبن المحلى المكثف، نعمله بس بالشكل ده، نضيف عليه الكميه اللي احنا عايزينها من العسل بتاعنا او الحاجه الصحيه. طبعا نسال دكتورنا الاول ونشوف الفاكهه اللي دكتورنا هينصحنا بيها، ده اهم من كل حاجه. يا شباب يا بنات، انا مش دكتوره، انا بس بقول لكم يعني عشان ما نبقاش محرومين من حاجه. ايه رايك النهارده تدوقي ايه؟ قولي لي قبل ما نعمل، اختاري. انا عاجبني كوكتيل. كوكتيل ها؟ ناخد الكوكتيل ندوق بقى احنا بعد اذنكم. طيب تفضلي يا سيدتي، دوقي وقولي لي رايك بمنتهى الامانه. حلو صح؟ تسلم ايدك. لا حلو. فاكهه؟ لا دوقي دوقي، ما تكسفيش. دوقي بعد الكاميرا. اوكي خلصته. النهارده زي ما انتم شايفين عملنا انواع كتيره من الايس كريم بالفاكهه اللي عندك في البيت تقدري تعملي ده. قسمتي كانت منوراني النهارده، هنبقى مع بعض اكيد في حلقه تانية ان شاء الله يكون فيها اكل عشان تطبخ معايا بقى المره دي، ناكل مع بعض الاكل المغربي مع بعض، الاكل المغربي، واعمل لها الفراخ بالزيتون اللي هي بتحبها ان شاء الله باذن الله. نورتيني النهارده يا قسومه، انا سعيده. نورتي بصحه وراحه. سعيده ان انا معاكي والله بجد. انا اللي مبسوطه بيكي جدا جدا جدا. شكرا ليكي، شكرا ليكم النهارده على تتبعكم. جربوا الايس كريمات دي، هستنى رايكم فيها لانها حلوه جدا. النهارده الفاكهه اللي عندكم فرجوا على طول، بكره هستنى رايكم، وبحبكم جدا في رعايه الله. بكره ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.